الساعة تشير إلى منتصف النهار بهذا المحل لبيع اللحوم. أنواع من اللحم تم تحضيرها وأصبحت جاهزة للطبخ. فرصة تاعك واجد محبب. داك تجي لساعة مش مشكلة. محبب صح صح. أحد الطلبيات هي للسيد محمد الذي اشتهى أكل اللحم محشي ومحضر. ديت كشغل يقولوا كتف فارسي مونديتو البارح عليه وجدوا لي منين ذاك هذا تفاح لي على عفسه دونك موندي عند خويا طاهر هنايا ويتهلا انا نشاها الحق تاع ربي تشاها تضرب في راسي يغلبني رمضان نجي نديها هكذا اي حاجه نتشاها نديها فارسي يعني عندكم هكذا فارسي؟ لا لا الحمد لله ديريها في الفرن ما تكسري راسك ما والو حاجه شابه ويخدم يعطيك حاجه لحم شباب طري ما تحوسيش تهضري وكاع مورا. خليفه هو الاخر فضل اقتناء طبق جاهز فاختار البوزلوف الذي اشتهى تناوله في وجبه الافطار. مع رمضان كل خطره كيفاش خطره بولي خطره فيها خطره لحم خطره بوزلوف خطره كيفاش الاحسن مقدور تاعنا ثاني ما دوموندينا بوزلوف بريباري مع الطاهر طيب نديوه في الفور ديريكت واجد مجدو بلي زيبيس طيب نطيبوه برك ماشي واجد نطيبوه في الفور برك مع نجو خدامين نجو ندو ديك طيبوه في الدار ما نتعبوش بزاف معاه ما ناخذوش وقت لازم رمضان لازم نتشهاو شي نورمال. أنواع من اللحوم المحضرة والمحشية تلقى رواجاً خلال شهر رمضان الكريم أين يزيد عليها الطلب. تسمى الحاجة اللي يحبها يخدمها له البوشي ماشي شرط لازم يخدمها في الدار كاين اللي ما يعرفش الله غالب كاين اللي ما عندوش الوقت كاين الله غالب هو خدام المرة تاعو خدامة تسمى ماذا به يشري حاجة واجدة بوز اللوف بريدة التالية غاشي يولي يحبو بزاف. غاشي ولاو دومونديوه تما راك شتي دوكا راهو جا دوموندا وكان كان لي كوموند تاع البوزلوف وكان البولي لا كوموند تاعو وكان لي زيبول الناس كان اللي ما يحبش جيكو بزاف باسكو يجينا شوف الداخل لي بول هو الميور. لحوم يتم تتبيلها وحشوها وتزيينها وليس على الزبون سوى وضعها في الفرن لتكون طبقا رئيسيا شهيا في مائدة الإفطار.